الجزء الثالث النهارده اللي هو الجزء الثالث من المحاضره الثانيه من الجينومكس الميتاجينومكس. انا عارف انا اوريدي كنت بتكلم بسرعه، بس يعني كنت بتكلم كتير على كل جزء. دلوقتي هخش اكتر على حاجتين، الانتربريتيشن والابليكيشنز. انا شلت حتت كنا بنديها قبل كده، ان انا كنت بوريكم شويه ديمو، بس هيبقى صعب قوي دلوقتي في وقت قصير وفي ان احنا مش انتراكتنج قوي ان انا اعمل لكم ديمو يعني على تولز بتعمل جينوم انتربريتيشن. فاقول لكم بس الناس بتعملها ازاي، ويعني لو تحبوا ممكن نعمل محاضره ان اوفيشال ما تبقاش داخله في الامتحانات خالص برضه، ممكن يعني الخميس الجاي مثلا او الاربع الجاي تبقى في صوره سيمينار كده، ونتكلم على التولز دي لو حد عايز يجربها ديمو حتى معايا اونلاين في ساعتها. اهم حاجه الكونسبت، واعتقد الكونسبت اتكلمنا فيه كتير قبل كده بس ناكد عليه تاني. انا بتكلم على حاجه اقدر امسكها بايدي، كيميكال اسمه الدي ان ايه، زي بالظبط ما زمان ما كان فيه اختراع كده اسمه شريط الكاسيت كان بيحمل عليه فيزيكلي تسجيل صوتي. يعني ده كود محفور على ماده اسمها تيب، مش عارف كانت الكيمستري بتاعتها ايه. زي ما بيبقى فيه اسطوانه، زمان كانت اسطوانات بجد وبعد كده بقت اسطوانات بالليزر وبعد كده بقت مغناطيسي حاجه فلاش درايف عليها كل المعلومات، بس هو الشريط كان شبه قوي الجينوم فعلا. الجينوم عباره عن شريطه من الدي ان ايه. الرسمه دي كلها ممكن نسميها رسمه كونسبت، ده مش حاجه اقدر امسكها بايدي، دي خريطه جينيه او خريطه جينوميه اللي وريتها لكم في اول الكورس، يعني في اول الجزء ده من الكورس خالص. دي خط بيرمز لطريق الدي ان ايه اللي هو زي طريق سفر مصر اسكندريه الصحراوي كده، ليه اتجاهين اللي هما الدايركشنز اوف ترانسكريبشن. ممكن الجينز تبقى ترانسكرايب 5 برايم 3 برايم في الاتجاه ده، ممكن تبقى ترانسكرايب برضو على الريفرس ترند اللي هو برضو ال 5 برايم بتاعه عكس الاولاني في اتجاه مخالف يعني. وبغض النظر بقى الكثافه الجينيه بتبقى فين وكل التفاصيل دي، في الاخر دي خريطه كونسبت. بس عايزين نفهم كلمه جينوم دي، انا يعني ما اقدرش امسكها بايدي، الجينوم لا يمسك باليد. ما يقدرش واحد يقول لك انا فصلت الجينوم في المعمل، لا انا قريت الجينوم. الجينوم ده زي ما بيقولوا كده ايه، المخ والعقل كده، العقل هو الجينوم، المخ هو الدي ان ايه. نفس الحقيقة. يعني المخ ده يعني ده شيء يعني فيزيكال، في ناس بتشرحه وفي ناس بتاكله، يعني مش مخ البشر يعني. في واحد بيروح محل الشرقاوي ياكل مخ مقلي بتاع بقره او خروف مثلا، ما اعرفش. فالمخ ده لو كلت المخ مش هعرف الدي ان ايه كان فيه ايه، مش هيحصل لي اي حاجه ولا هبقى اذكى، هيجي لي بس شويه فوسفور وبتاع. انما لو قريت الكود اللي على الدي ان ايه في صوره كيميكال، برضو لو قريته كيميكلي بتفاعل كيميائي اقدر اعرف الانفورميشن اللي هي ما تتمسكش بالايد. فدي خريطه انفورميشن يعني، ده مهم اعرفه. انا في جينوم انتربريتيشن ما يهمنيش اعرف اللي واتسون وكريك عرفوه واللي قبلهم مش عارف ايفري، كل الناس اللي بقالهم 100 سنه واكتر بيكتشفوا ان الدي ان ايه ده متصنع من نيوكليوسايدز، يعني نيوكليوسايدز فيها نيوكليوسايدز وفيها مش عارف ايه وشوجر ونيتروجين بيز، خلاص ده اتعرف، الكيميكال ريدنج تم. امال انا بقرا ايه دلوقتي؟ احنا بنقرا دلوقتي السيكونسنج، التتابعات بتاعه الحروف دي، يعني ايه ثلاثه ادينين جنب بعض، يعني يعملوا كودنج لامينو اسيد اسمه ايه، طب ايه يعني لما يبقى ثلاثه امينو اسيدز كذا ووراهم كذا وفي الوسط في فالين. ده اللي هو بيديني الجينوم. فيعني احنا ده الكونسبت بتاع الدي ان ايه، دي الحقيقه بتاعه الدي ان ايه. يعني دي صوره، دي برضو دي صوره يعني، بس الصوره دي الايكولاي فعلا لو انا عملت لها لايسز بيبقى عارفين خيوط التريكو اللي بيتعمل بيها يعني بتتغزل بيها مش عارف يسموها ايه، يعني بيتشغل بيها مثلا بلوفرات وحاجات كده، الخيط بيبقى كومباكت جدا. هو الجينوم كومباكت، سوبر كومباكت، سوبر كويلد، يعني هو حته الايكولاي المفعوصه دي اللي طولها مايكرون وعرضها مش عارف كام شايله دي ان ايه طوله كذا. احنا كبني ادمين اللي هو اطول واحد فينا لعيب باسكت يعني دخل موسوعه الارقام القياسيه، عمره ما هيوصل 3 متر متوسط طول البني ادم من مثلا 160 ل 180. الدي ان ايه في كل خليه من خلاياه بيبقى طوله زي ما انتم عارفين اطول من يعني اطول منه في ليه؟ لانه رفيع جدا وكومباكت جدا، في الاخر داخل في خليه مايكروسكوبيك. فده هو يعني ده شكل الدي ان ايه كشكل، ده ككونسبت. وده اللي يهمني لما اجي اقول جينوم انتربريتيشن، انا مش عايز اعرف ان ده نيوكليك اسيد، خلاص الحمد لله عرفوها من 100 سنه وقتلت بحثا، ويعني ناس كتر خيرهم وخدوا جوائز نوبل. انا دلوقتي بعمل انتربريتيشن لما يعني هذا الكود والتسلسل بتاعه زي ما قلنا بطريقه بالظبط تجميع المخطوطات. ليه؟ عشان عايز اوصل لدي اللي قلناها في الاول خالص برضو، من الجينوم اللي هو كود اللي هو في الاخر شريط كاسيت عليه معلومات، زي ما برضو ما بنقول التشبيه يعني كل التشبيهات الساذجه
قد تظهر سخيفة ولكن بتبقى مفيدة جدا في الكونسرت بتاعها. انا مهما كنت يعني ربنا مديني مواهب، ما اقدرش اجيب شريط كاسيت واحطه على ودني اسمعه، حتى لو انا عبقري ممكن اكون حافظ الاغاني اللي فيه بالترتيب بس ما اقدرش اسمعه، مش اسمع. لو انا بسمع مزيكا حلوه في دماغي ما اقدرش اديها لاحد اصدقائي في الهوا كده، ما اقدرش ابعت له بوسه في الهوا او ابعت له اغنيه في الهوا، ده كل ده كونسبت. لكن اقدر احولها كودينج، ديكودينج، كودينج هو ده التسجيل، اسجلها انسخها واديها، ده اللي هو السنترال دوجما، اعمل كوبينج وبعد كده ديكودينج. فلما الجينوم يحصل له ديكودينج يتحول لبروتيوم ينتج عنه الميتابوليك رياكشنز اسمها ميتابولوم، ودي اللي بتعمل الفينوتايب اللي هو الكائن هيطلع بقى شعره اشقر ولا شعره اسود، هيكسر جلوكوز ولا فركتوز. وده كله ليه خرائط كلها برضو معروفه وقتلت بحثا من مئات السنين لغايه قريب، كل الكيميكال رياكشنز معروفه. وما انا ليه بعمل الجينوم؟ عشان اعرف، دي زي جوجل ماب كده، عايز اعرف الحته اللي بيستخدمها هذا الكائن. بعض الكائنات هتمشي كده من الجلوكوز، فاكرين المسائل كانت بتجيلنا في الكيمياء الحيويه كده، ابتدي من الجلوكوز وطلع لي مش عارف فاتي اسيد، ابتدي من الفاتي اسيد وطلع لي مش عارف بونبونيه، حاجات كده. انا مثلا في كائن بياخد الجلوكوز كده يلففه لفه ويطلع منه مش عارف ايه ويكمل لكده ويحرقه تماما ويطلع منه سي او 2، كائن تاني بياخده كده يعمله فيرمنتيشن يطلع لاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد ده كان سكر لاكتوز وتحول للاكتيك اسيد مع بقيه اللبن، رسب وعمل جبنه سويسري وطلع فيها سي او 2 اللي هو توم اند جيري بياكله لان الجبنه مخرمه من جوه. في كائن تالت طلع نفس اللاكتيك اسيد من غير سي او 2 فعمل جبنه شيدر. كائن رابع بقى قال لك ايه الهبل اللي انتوا بتعملوه ده، انا هعمل سبيرتو. كائن خامس قال لك ايه اللي انتوا بتعملوه اصلا، انتوا كائنات تقليديه جدا، انا هكسر اليورانيوم واطلع منه مش عارف لفين. كائن رابع جاي من هنا بيعيش في القطب الشمالي في درجه حراره اصلا تحت الصفر. فهي نفس الخريطه ولكن ما فيش كائن بيعملها كلها. عشان كده ده جمال الجينومكس، انك بنفس الحروف وتتابعات مختلفه تطلع ميتابوليزم مختلف. دي رسمه ساخره يعني، او مش ساخره بس اقصد يعني فيها اخطاء الانتربريتيشن، كيف قد تخطئ في تفسير الجينوم. جايبها من دكتور هو بريتش بس عايش في كندا اسمه اندرو كروبينسكي، ومن اصل بولندي اصلا وباس ده في هولندا، الاثنين دول لزاز قوي يعني، بحترم قوي الفكر بتاعهم وبيوصلوا المعلومات بطريقه لذيذه وواضحه. ده بكتيريوفيج فيروس، ده الحقيقه، ده الحقيقه بتاعت الفيروس. انا مش قادر امسك الفيروس ده، مش قادر اصوره وهو صغير قوي، فبجيب الدي ان اي بتاعه واحاول اتخيل الفيروس ده شكله ايه. لو تفتكروا برضو الجيل بتاعي، ما اعرفش الجيل بتاعكم، كان في لعبه في مجله ميكي زمان، ميكي جيب بالذات، بيديك متهم كده كان اسمها الصوره والالي ومان الجاني حاجات كده، بيحطها يعني بيقول لك المتهم ده كان شعره اسود وهو راسم لك اربعه كانديديت، ومناخيره مش عارف معقوفه واذنيه طويلتان ومش عارف، فتقعد تعمل اكسكلوجن تقول اه واحد يعني فاهمين، لغايه لما توصل للشخص اللي عمل الجريمه من ضمن الصور المطروحه. هي بالظبط كده، انت عندك دي ان ايه وعايز تخمن منه شكل كائن انت ما شفتوش تحت الميكروسكوب بالعافيه، شفته كده بس نفسك تعرف هو ازاي. الدي ان ايه ده قال لك اه البروتينز دي بتتكون على بعض وبتعمل راس اسمها كابسيد وكذا كذا، لكن لو في سيكونسنج ايرور هيطلع لك الحقيقه ناقصه، مش هيطلع لك الفيروس كامل، هيطلع لك حته من طب هل دي يعني فرقت؟ ما انا جايب 90% منه، انت جبت 90% منه فعلا، بس اهم 10% في البكتيريوفيج هم اللي بيمسكوا في البكتيريا. يعني طبعا البكتيريوفيج كله مهم وكده، اي فيروس مهم ونحترمه للشخص وكله، بس هي دي الحته اللي هتخليه انفكت اعرف منها، ده هينفكت الايكولاي اللي هيمسك في الجدار بتاع الايكولاي، ولا هيمسك في سالمونيلا، ولا هيمسك في كليبسيلا، ولا مش هيعرف يمسك حاجه. فدي هل دي غلطه؟ هل ده رجله مقطوعه فعلا؟ سوري، هل دي حقيقه ولا دي غلطه في السيكونسنج؟ غالبا بتبقى غلطه في السيكونسنج، انكومبليت سيكونس، او ممكن تبقى انكومبليت سيكونسنج، يعني انا عملت الجينوم وناقصه حته فما بقاش عنده رجلين خالص. وممكن وانا بجمع البازل غلطت، لان انا ممكن اكون مش عارف الكائن ده ايه اصلا، انا هنا عارف الحقيقه، انا مديكوا الحقيقه يعني بغششكم بقول لكم ده شكله في الحقيقه، لكن انا ببتدي عمياني فعليا زي ما انتوا قلتوا، معظم الكائنات انا بكتشف حاجات ما اعرفهاش قبل كده، فممكن جدا اعمل رجليه في راسه او يعني او الشنايه يعني. ده في الجينومكس برضو غلطات الجينومكس مهما كبرت. زي ما قلنا الجينوم في الاخر اخر وان اورجانيزم، وان فيروس، وان بكتيريوم. اوكي، انما في الميتاجينوم انت بتعقد الدنيا زياده. ليه بقى؟ انت ممكن تكون هوايتك كده انك تطلع على الغابات وتكتشف، زي ما كانوا بيعملوا زمان الكشافه، يروح يقتفي الاثار، كان في حاجه اسمها اقتفاء الاثار كده، كان في برنامج زمان بيجي في التلفزيون يقول لك ازاي تعرف اثار اقدام مش عارف القطه والبطه والذئب. فانت لو شفت كده انت بني ادم عندك خبره، اكيد شفت حاجات كتير في حياتك تقدر تعرف دي ودان ارنب على طول.
وده قرن مش عارف غزال وده سن فيل وده قشطة نعام، لأن أنت عشت حياة طويلة معظمكم فوق العشرين سنة، يعني فوق الخمسة وعشرين سنة، وإحنا في قربنا من الخمسين، فإحنا شفنا حاجات عشنا وشفنا. إنك لو كمبيوتر حطيت له الحاجات دي ومش دقيق، إيه الكلام اللي أنا بقوله ده؟ ده ميتا جينومكس، ده انفايرمنت، كل دول عايشين في نفس الوسط. أنا جبت دي إن إيه اللي بيقول لي إن دي ودن، أو يعني البروتينز دي مع بعض تعمل كده، بس مش قادر أكمله، وحتة تانية مش عارف إيه. زي ما بقول لكم، هو التجميع مش شرط يكون سهل. لو أنا مش فاهم حاجة، مش قاعد مركز، ومعيش بني ادم بيفهم بيولوجي، هعك هعمل ايه؟ هقول لك ان ده فعلا الارنب المجنح ذو القرون، والكائن ده ليه يعني، ده كائن اسطوري ليه اسم بس مش فاكره، لكن ده لا يوجد، ده بيسموه كايميرا، زي ابو الهول. ابو الهول ده كايميرا. الحكايه دي موجوده كتير في التراث الاغريقي، كائنات له راس اسد وجسم انسان، او راس انسان وجسم اسد، او راس كبش وجسم مش عارف زرافه، وهكذا. تاني بفكركم، انا ممكن امشي على حرف حرف وادقق في التفاصيل، بس مش هخلص، وده بيبقى ليه اغراض معينه، وممكن اركز على جين جين، وممكن اركز على جزء جزء. ف البان جينومكس دي حاجه بقت شائعه دلوقتي. اول ما احنا ابتدينا في 2001 و2002 نقول يا جينومز، كان الواحد بالعافيه بيقضي 3 4 سنين ممكن دكتوراه بحالها يعمل سيكونسنج للجينوم او جزء من الجينوم. دلوقتي بقت الدنيا يعني، احنا حتى في مصر مع كل امكانياتنا القليله، اقل تجربه ممكن تلاقي حد عمل بيبر 5 جينوم، 10 15. طب عايز تعرف ايه لما تعمل 15 ستافيلوكوكس اوريوس مثلا؟ احنا عزلنا 15 ستافيلوكوكس من مستشفى مثلا معهد الاورام، او من مستشفى القصر العيني. ايه اهميه ده؟ اولا انا ممكن اعرف لو في اي هوسبيتال ريزيدنت، يعني هالستافيلوكوكس ده عايش في المستشفى ولا جاب الصدفه كل واحد مريض دخله مع نفسه. لو عايش في المستشفى دي مشكله، لازم انضفه، اعمل انفكشن كنترول. طب ليه درست الستافيلوكوكسات دول مع بعض؟ هتلاقي بينهم دايما كور، زي ما قلت لك كور هو قلب هذه الجينومز، اللي هو لو بيمثلهم بدوائر من المعلومات، الكور هو ده اللي هي حته الجينز اللي مشتركه فيهم كلهم. لو عملت 20 ستافيلوكوكس اوريوس سيكونس ولقيت كور، الكور ده هو الذي يجعل ستافيلوكوكس بقى ستافيلوكوكس. ايه اللي يخلي الانسان يبقى انسان؟ ان عنده ايدين ورجلين ومش عارف، انه بيمشي على رجلتين وايديه في الهواء على خلاف الحيوانات الاخرى، وان شعره مش... لكن في واحد بقى شعره ازرق، واحد شعره مش عارف ليه قلت ازرق يعني، واحد شعره اصفر، واحد شعره اسود. دي البان بقى اللي هي اللي بيسموها الاكسسوري جينز، او اللي بتختلف اللي فيها فاريابيليتي. واحد عنده ممكن صباعه سادس، صدفه بقى يعني طفره، لكن في الاخر الكور اللي بيخلي بني ادم بني ادم. ايه اللي بيخلي ايكولاي ايكولاي؟ تعريف الايكولاي جرام نيجاتيف رودز، فان السيل وول بتاعها زي اي جرام نيجاتيف بكتيريا، في بيريبلازم ودبل ممبرينز وكده. لازم، لو مش كده تبقى يعني، الا لو يعني حاله نادره قوي في طفره في الايكولاي، لكن ده ثابت. لازم تكون لاكتوز فيرمنتر برضو، ما عدا حالات، كل حاجه ليها استثناء طبعا، بس الاساس ان هي واولادها كلهم، وعيل من العيال اتولد من غير رجل، او عيل من العيال اتولد ما بيعرفش يعمل لاكتوز، معلش، لكن العيله كلها ايكولاي. ماشي؟ فالكور جينوم هو اللي يخلي ايكولاي تبقى ايكولاي، لاكتوز فيرمنتر جرام نيجاتيف، شكلها رودز، عمرها ما بتيجي في يوم تطلع مثلا مثلثات او زي الفيبريو شكل الفصل. لكن ممكن، سامعيني لسه؟ ممكن يبقى في نوع من الايكولاي عنده انتيرو توكسن، او يعني مش عارف شيجا توكسن، يبقى شبه الشيجيلا شويه. ممكن نوع تاني من الايكولاي يبقى عنده مش عارف بيلاي اطول من العادي، بيبقى عنده اتنين بلازمات زياده. لا، دي بقى الحاجات الاكسسوري البان. فاحنا بنشبهها يعني ان الكور ده زي العمود الفقري للاورجانيزم، كل الاورجانيزمات عندها، وفي بقى حواليها هاله كده يختار منها. يعني زي ما انت لازم تاكل مثلا في اليوم مش عارف رغيف عيش ومش عارف دايت مثلا، يقول لك الكور بتاعه تاكل لازم رغيف، ربع رغيف عيش ومش عارف حتتين جبنه وكده، ونوع بقى من البان بقى، اختار من كل يوم، من كل بستان زهر، يوم تاكل حته مش عارف لحمه، ويوم تاكل صدر فرخه. يعني الجين بول الاساسي اللي في كل الايكولاي هو الكور جينوم بتاع الايكولاي. نوع بقى، اختار توكسين. انت ايكولاي رايحه معركه قويه مع الهوست داخل جوه انسان، ممكن التوكسين ده يفيدك، ريزيستنس جين معين هيفيدك في حته فيها انتي بايوتكس، وهكذا. طيب، يبقى ده الانتربريتيشن. انا يعني مش عايز اخش معاكم بقى في اي تفاصيل برامج، بس في بقى برامج كتير تقدر ترفع فيها الجينوم، ممكن نعمل لها ديمو في سيمينار خاص، ان انا ارفع جينوم سيكونس بكل عبله كده بالاي تي سي جي من غير اي تفاصيل، وهو يقول لي على طول دي بكتيريا كذا. اول حاجه هيتعرف عليها طبعا بالمقارنه، وعندها
3713 جين، منهم 3516 بيعملوا بروتينز، و108 بيعملوا تي ار ان اي، و7 بيعملوا مش عارف كذا ريجولاتوري اليمنت، و2 طبعا رايبوزوم اللارج سب يونت والسمول سب يونت، ومنهم كذا نسخه. والكائن ده عنده كريب سايكل كامل، وعنده لاكتوز فيرمنتيشن بس ما عندوش سكروز فيرمنتيشن، و فده الانتربريتيشن بتاعت الجين. ايه بقى بسرعه كده بقى في السريع، انا عارف اكيد دكتور محمد اداكوا الحاجات دي في الكورس بتاعه، انا عارف كده يعني لما تيجوا تقروه، اللي هي تطبيقات الميتاجينومكس والمايكروبيوم بسرعه قوي بقى، يعني دي حواديت كده من كل بستان زهر. الميتاجينومكس جميله جدا، مش بس ان انا بعرف بقى مين هناك وبيعمل ايه وكده، انا كمان ممكن استعملها في اكتشافات كتير، وده عن طريق كونستراكشن وميتاجينومك لايبريز. وعندنا ناس كتير في القسم حاليا بقوا باشنت في الموضوع ده، كذا معيد او مدرس مساعد عندنا شغالين في كده، فانتوا ممكن تشتغلوا فيه. ايه الحكايه دي؟ احنا قلنا انا ممكن اروح الصحراء اخد دي ان ايه، عرفته الحمد لله، عرفت الصحراء دي فيها كام بكتيريا. طب استفدت ايه بقى؟ يعني انا تعبت نفسي ورحت الصحراء ومشيت في الشمس عشان اجي اقول لك في 7 زانسوبونس و5 مش عارف ايه، وبكتيريا كتير بتتحمل درجه حراره حراره مرتفعه وملوحه عاليه وجفاف. طب كسبنا يعني؟ طب ايه؟ طب امشي خطوه زياده بقى، طلع لي بقى حاجه مفيده من البكتيريا دي. رحنا البحر الاحمر في العمق بتاعه، رحنا حته فيها سبيل بتاع بترول، رحنا حته فيها شعب مرجانيه زي دي كده، ورجعت كده من كل ده بس عشان تقولي دي فيها كذا وكذا. حلو قوي، ونشره العلم، اضفت للعلم. لكن لا حبذا يا حبذا بقى لو قدرت تاخد كمان الدي ان ايه ده وتعمل بيه ما يسمى بال جينوميك لايبرري، ميتا جينوميك لايبرري سوري، ان انا هعمل مكتبه من الايكولاي برضو او اي بكتيريا تانية يعني تكون عارف انها كلونينج هوست كويس تقدر تعمل فيها كلونينج، وهاخد كل هحول البحر الاحمر ده كله او الصحراء دي كلها لمكتبه في الفريزر بتاعي. يعني ايه احولها؟ يعني اخد قطعه الدي ان ايه العشوائيه دي مش بس اقراها على الجهاز، لا ادخلها في بكتيريا. هحول الايكول، عارفين الايكولاي القصه القديمه اللي خدناها في ثانوي، ممكن اخلي الايكولاي تنتج انسولين. طب ماشي يا سيدي، انتجنا انسولين وتهرينا فيه، وده المثل الوحيد اللي كل مصر تعرفه عن الهندسه الوراثيه. مفيش حاجه بقى جديده يعني، فيه ان انا ممكن اعمل مكتبه ايكولاي اقول لك انا حطيت لك البحر الاحمر في، يعني زمان لما كانوا يقولوا بنعبي الهواء في ازايز وتتريق انت ممكن تعبي الهواء ميتاجينوم في ازازه فعلا، يعني في بليتس. ازاي؟ ان انا بجيب اير سامبلر والم كل البكتيريا اللي فوق السطوح بتاع كليه الصيدله، ممكن في فصل مثلا الخريف، وممكن في فصل الربيع في يوم موجه 50 ببلاوي بقى جايه تراب جاي مش عارف ايه، هلاقي بكتيريا مختلفه. عرفت منين؟ من الدي ان ايه. طب انا استفدت ايه؟ ممكن قوي اخد الدي ان ايه ده واحطه في ايكولاي، والايكولاي دي ارميها في وسط معين غذائي تطلع الجين ده البروتين بتاعه، بعمل له اكسبريشن. طب انا استفدت ايه؟ ما هو كان اكسبريسد في الهواء. بس انت جبت الهواء كله اللي فوق سطوح الكليه حطيته في ايكولاي، طب انا برضو استفدت ايه؟ لو البكتيريا دي باسيلس، ما انا عندي في اي حته باسيلس، لكن لو في بكتيريا جديده جايه من جنوب مصر على الهواء بتاع رياح ال50 وانا اصطدتها وعندها جين نادر، الجين ده ممكن اعمله انا اكسبريشن في ايكولاي بربع جنيه، بدل ما انا مش عارف هو كان بيحصل له اكسبريشن فين. لو انا رايح الصحراء الغربيه وفي جين بقى يعني اللي هو لو انا شخصيا بني ادم انا نفسي اتمنى الجين ده بيخليني استحمل العطش لمده اسبوع زي الصبار، وبكتيريا عايشه في الصحراء ما هي لازم تستحمل يعني الجفاف والعطش وتستحمل الشمس، ده انا اتمنى هذا الجين عشان اقدر اعيش احسن في هذه الحياه العسيره. انا طبعا كبرت خلاص يعني ما اقدرش اعمل جين ثيرابي لنفسي، بس يعني لو فاهمين قصدي، لو انا اجيب بكتيريا عاديه عندي في المعمل وحولها لسوبر بكتيريا عن طريق اديها صفات اضافيه كان بها. لو انا في البحر الاحمر ده اكتشفت دي ان اي بوليمريز يقدر يعيش في درجه ملوحه ودرجه حراره، وهو ده الاكتشاف اللي عمل البي سي ار. البي سي ار زمان كان تفاعل انتوا درستوه طبعا ممل جدا، لازم تقعد تعمل امبليفيكيشن وكل مره تسخن عشان تفصل الدي ان اي الانزيم يموت تحط انزيم جديد، لغايه لما واحد ذكي قدر يجيب قال لك طب انا اجيب انزيم من بكتيريا بتستحمل الحراره اللي هو اسمه ثيرموس اكواتيكس بكتيريوم، خد منه التاك بوليمريز اللي هو تي اي كيو اللي هو ثيرموس اكواتيكس، وقال لك طيب ما انا اجيب الانزيم ده الجين بتاعه اعمل له كلوننج وانتجه في المعمل، يبقى ده هيبقى بوليمريز عالي التحم. زي ممكن انا بقى اي حاجه تتخيلوها بقى البكتيريا ممكن تعملها، بتكسر سكر طب ما تكسر سكر، لكن انا عايزه يكسر سكر في درجه حراره عاليه. طب استفدت ايه؟ لو انا بصنع حاجه من السكر مثلا بحوله لخل او بحوله للالكهول وعملته عن درجه حراره اعلى، احميه في البايوتكنولوجي من الكونتامينيشن، ممكن ازود انتاجيته،
واتفر بقى انزيم جبار بقى. جايب الانزيم ده منين؟ من بكتيريا عايشه في الصحراء الشرقيه. اولا انت يعني هترفع راس مصر عاليا لانك هتنتج انزيم جديد باسم مصر، ثانيا هيبقى ليه تطبيق جد في البيوتكنولوجي. جبته من البحر الاحمر، وحصل فعلا دكتوره رانيا صيام ودكتور حمزه الدري في الاي سي عزلوا كذا انزيم بيقاوموا الميركوري. الميركوري تلوث الميركوري عالي جدا، وبالذات في بعض اماكن البحر الاحمر. ده مش تلوث، ميركوري طبيعي موجود تحت في فوهات بركانيه. فلما قدروا ينتجوا يلاقوا بكتيريا، هو مش قادر يزرع البكتيريا دي، البكتيريا دي ما تقدرش تعيش غير في بركان، لكن خد الدي ان اي بتاعها زرعه في ايكولاي اللي بتعيش عادي في المعمل، وقدر يوصل لميركوري كريدكتيز انزيم بيشيل تسمم الميركوري، يقدر بقى ينظف. هي عايشه طبيعي في البركان بتاعها ماشي، او يعني في قاع المحيط البحر اللي هو قريب من فوهات بركانيه تحت الارض، لكن انا خدت الدي ان اي ده اللي عزلته وحطيته في ايكولاي في المعمل بتاعي في انبوبه صغيره، اقدر انتج منه مئات الجرامات، كذا جرام من الانزيم ده. اي حد بقى طفل بلع ميركوري مش عارف ماسوره ميه فيها ميركوري، اقدر احط الانزيم ده وينظف. فده البايوتكنولوجيكال ابلكيشن. الهيومن مايكروبيوم بقى حدث ولا حرج، انتوا عارفين قصص كتير قوي. كل بقى مرض في الدنيا لاقوله يعني علاقه بالمايكروبيوم، طبعا بالذات الكولوريكتال كانسر، السورياسيس، بعض الامراض اللي في المخ يعني سوري اللي في الاعصاب يعني، يسموها الجات برين اكسس. لدرجه انه قال لك انت لو كلت زبادي كل يوم في بروبايوتكس معينه بيقلل الاكتئاب، قال يعني هو ده يعني خلاص ما فيش اسباب تانية غير ال... فيعني فالبكتيريا ممكن تسبب ديزيز اللي عايشه معانا، وممكن تحمينا برضو، وده اللي بيسموه بروبايوتكس اللي هي البكتيريا النافعه. والبري بايوتكس زي ما قلنا، بعض الوجات بكتيريا بتموديليت البرين ديفلوبمنت، في بكتيريا بتساعدنا نقاوم الانفلونزا، بكتيريا بتقوي مناعتنا عامه، وهكذا. طيب جميل. اكزامبل انا هقول له، طبعا لازم اقول شويه حاجات من شغلي بما ان انتوا طلبه ماجستير، يعني دول طلبه زيكم بالظبط، كانوا مريم ورامي. القصه دي في ناس كتير عارفينها برضو، وشيماء على فكره شغاله بتكمل شغلهم، ان هم عملوا داتابيز اهتموا بموضوع كده من 10 سنين اسمه الدراج مايكروبيوم انتراكشن، ان الجات مايكروبز بتاعتنا دي حاجه فكره بديهيه جدا، يعني ناس كتير من زمان بتشتغل عليها، ان المايكروبز دي قويه جدا في الميتابوليزم بتاعها. وانا عمال بلبع ادويه، باخد ايبوبروفين وباخد مش عارف ايه، عمال على بطال واخد دواء للمعده، هل الادويه دي بتنزل كده من غير ما يحصلهاش حاجه؟ لا، عندنا الليفر طبعا بيبقى معروف هو اللي بيعمل، احنا صيادله لو فاهمين، ده اللي بيعمل الميتابوليزم الاساسي، وفي جزء تاني في الانتستين، لكن في جزء ثالث هو البكتيريا دي كلها انزيمز. فممكن البكتيريا دايركتلي تكسر الدراجز دي، ممكن تكسرها قبل الهضم، قبل ما الامتصاص يعني، فتقلل فعاليتها، او ممكن تعملها اكتيفيشن من برو دراج لدراج، او تزود التوكسيستي بتاعتها. ممكن بطريقه مباشره او غير مباشره تاثر على الانتستينال انزيمز والليفر انزيمز مباشره، ان البكتيريا البرودكتس ياثروا على الليفر انزيمز، او يكسروا الاكل وينتجوا منه حاجه بتاثر على الليفر انزيمز. ومن هنا طبعا العين بصيره والايد قصيره، ما نقدرش نعمل يعني ابحاث من كده او وقتها في 2010 بشكل قوي، فعملنا داتابيز اسمه فارماكو مايكروبيومكس اللي هو دراج مايكروبيوم انتراكشنز، وما زال حي يرزق الداتابيز ده، وشيماء بتزود كل شويه ريكورد فيه. مش عارف عدينا ال 100 شيماء مش كده؟ هم ابتدينا ب 60 ويعني لا تقريبا الدكتور فضل لنا واحده او اثنين كده 99. طب مش عشان بلاش عشان ما نتحسدش، كويس خلينا تحت المية. مشروع تاني كبير جدا ابتدى في امريكا، واحنا ابتدينا نعمل حاجه شبهه في مصر على برضو سكيل، مش عايز اقول 1% 1 في 10,000، ان هم جابوا مستشفى كبيره قوي وعملوا هوسبيتال مايكروبيوم بروجكت. كل دي طبعا ده مشروع خرافي يعني زي كده ما في فتى احلام وفتاة احلام، ده مشروع احلام اي واحد في المايكروبيولوجي. مستشفى كانت لسه بتتبني، حاجه بقى لقطه يعني، فرصه ذهبيه لاي مايكروبيولوجي، وفلوس كتير بقى ما تعدوش. كل يوم يروحوا يعملوا سواب للارض والسقف والجدران من يوم المستشفى فتحت على البلاط لغايه لما ابتدى البيشنتس يدخلوها، لغايه لما بقى البيشنت خرج واحد دخل واحد خرج، وبيعمل بقى ميه وهواء يعني بيجي سامبلينج خرافي يعني. طبعا اتنشر في مجله ساينس وفي كذا مجله تانية. المهم انهم الفكره ايه، هو عايز يعرف ايه اللي بيحصل في المستشفى لما المرضى بيدخلوها، مين بيأثر على مين، هل المريض بيخش يرث ما بالمستشفى ولا هو اللي بيجيب البلاوي معاه، وهكذا. طبعا طلع في تبادل وبشكل يعني في حتت معينه في المستشفى بتبقى فيها كونتامينيشن اكتر، والريزيستنس جينز اللي فيها. احنا بقى عملنا الموضوع ده يعني هقول لكم نتائجنا، احنا طبعا على استحياء لان احنا عملنا بتاع 20 عينه بس، الحمد لله يعني في فاندنج جديد اننا نكمل حاجه شبه كده على ليفل اعلى يعني.
بس برضو لا يقارن. احنا بس الميزة عندنا عن شيكاغو ان هم ابتدوا بمستشفى جديدة جدا وابتدوا يتطوروا معاها، فدرسوا التطور مع دخول المرضى. احنا عندنا ما شاء الله في مصر مستشفيات بقى لها 50 60 سنة، وفي مستشفيات برضو شعبية شوية، وفي مستشفيات تعتبر حديثة نسبية، فبنقارن بينهم. وفي حتت زحمة يعني، احنا عندنا الزحمة برضو دي يعني ثروة قومية، عدد السكان العالي، فبنشوف زي ما اقول لكم يعني ايه اللي حصل لما تكون مستشفى زحمة قوي، وايه انواع البكتيريا اللي موجودة فيها وحاجات كده. عملوا برضو حاجات بقى تسالي، لا يعني no limit for human imagination. ما اعرفش الفكرة دي جات لهم منين. في برنامج عارفين الرياليتي شوز، برامج زي كده اللي هو سيرفايفر واللي مش عارف المليونير اللي بيدور على عروسة وشهر زاد اللي بيدور على شهر. عملوا برنامج غريب كده في امريكا اسمه هوم سوابينج، بيجيبوا عيلة يعيشوها في بيت التانيين ودول في بيت التانيين. طبعا كانت اساسا دعاية من شركات الاساس والحاجات دي انه بيغيروا الديكور بتاع البيت، ما علينا يعني. فكان السؤال بيقول يعني مين يعني البيت احلى بالسكان ولا بمكان، يعني فاهمين حاجه زي الجار ولا الدار كده بالظبط يعني. فما اعرفش بقى الراجل هو بيتفرج على الفيلم على الشو ده جات له فكره عبقريه جدا، انه قال لك طب انا هجيب ناس يروحوا بيت كان عايش فيه ناس تانيين، بس مش هقول لهم بقى تصوروا وقولوا اواو البيت ده حلو هغير الكنبه، لا، قيس الميكروبز كل يوم اللي في رجليهم واللي في المطبخ واللي في الحيطه وفي مين اللي بيأثر على مين؟ هل السكان الجداد غيروا الميكروبيوم بتاع البيت ولا الميكروبيوم يعني ولا طلعوا من البيت ده في ايديهم ورجليهم بكتيريا من اللي كانت موجوده؟ زي بالظبط الدار يعني مين اللي بيأثر على مين؟ حاجه كده. الراجل الاحمر دخل البيت الاصفر، هل هيصفر بكتيريته تصفر ولا البيت هو اللي يحمر ولا كل واحد يفضل مستقل ولا ينتج خليط جديد من طبعا اتعملت فيها قصص، بس انا شلت سلايد دي عشان ما اتكوش يعني، كان فيها جرافس كتير قوي، بس باختصار يعني طلع في اجزاء معينه في البيت بتتاثر جدا جدا بالسكان. السجاده مثلا ومش عارف دي انت بتخش وتطلع البيت ده تاثر فيه، انما في حتت معينه في المطبخ لقوا ان هي اللي بتاثر عن يعني في تبادل معين. احنا برضو جات لنا الفكره دي برضو على استحياء شديد، فدي رسومات هتشوفوها كتير في الميكروبيوم مش عايز اخش فيها، بس في طالبه كان اسمها امل عندي من كام سنه كده عملت حاجه اسمها الفاكتوري مايكروبيوم. احنا بس كان لينا شرف السبق يعني، ما كانش في حد كتير عمل مصانع ادويه، راحت مصنع ادويه عملت فكره شبيهه جدا بس يعني مش عايز مكسوفه اقول يعني، ست عينات اللي هم بالازرق دول، الست كور زرق دول بيمثلوا ست اجهزه او يعني ست مكانات في المصنع بيصنعوا اقراص او حاجات كده. ايه البكتيريا اللي موجوده فيهم؟ عشان برضو تو ميك ا لونج ستوري شورت يعني مش عايز احكي لكم، مش مهم الجراف ده معناه ايه اصلا تدرسوه بعدين، ده البيتا دايفرسيتي اللي كنت حكيت لكم عليه. المهم كل عينه من دول كل نقطه صفراء وخضراء وحمراء حاجه من الميكروبيوم بتاع كوكب الارض اللي اتعملت حتى الان. يعني مثلا النقطه الصفراء دي نيزل مايكروبيوم، ده مناخير بني ادمين يعني بكتيريا منه. النقطه البيربل دي باين اورال مايكروبيوم بتاع بني ادمين برضو. النقطه بقى دي ميه، مايكروبيوم الميه ملح. النقطه الرمادي دي ميه مش ملح، ميه انهار، حاجات كده. طب العينات اللي في المصنع دي شبه ايه؟ لقينا انها اقرب ما يكون للسويل يعني العمال وهم داخلين بيجيبوا تراب معاهم من الارض، وللميه لان في بعض الاجهزه بتخلط الاقراص بالذات الاجهزه اللي كان فيها فعلا ميه بتدخل، بس كلها بكتيريا الحمد لله ما كانتش باثوجينيك يعني. ما اعرفش انتوا طبعا برضو برجع كل شويه اشتكي من ان الزوم ده مؤسف جدا، انا مش شايفكم ولا عارف ممكن تكونوا فصلتوا مني، بس ان شاء الله لما تشوفوا الفيديو يعني ان في الاخر البكتيريا بتتاثر اللي في مكان بتتاثر اكتر بالبني ادمين، نفس اللي لقوه بتوع الهوم مايكروبيوم. بس هم طبعا كان معاهم فلوس كتير وعملوا كذا بيت وكذا عيله وكذا يوم سامبلنج، احنا عملنا على قدنا قوي، بس طبعا كل الافكار دي بروتوتيبك يعني بايلوت اكسبيرمنت. احنا حاليا ظروفنا الماديه احسن من زمان في الكليه من حيث المشاريع البحثيه، اللي منكم هيسجل في حاجات كده، عندنا زي ما قلنا في جهاز سيكونسنج يعني شبه بيتركب في الكليه، زائد ان في لينا كولابوريتور زي دكتور مصطفى الشاهد وناس تانية بره بيساعدونا في الحاجات دي. فلو حد فيكم هيبقى انترستد هنا، اهم حاجه الفكره بس، مش يعني مش الامكانيات، الفكره اهم، وانها تكون فكره جديده يعني. لو كنت عملت الفاكتوري مايكروبيوم بروجكت ده دلوقتي ولا حد هيعبرني، لان انا ما اقدرش انافس اي معمل بره في عدد العينات، لكن اقدر انافس في سبق الفكره بس. دكتور ايمن عمل نايل مايكروبيوم برده، كان اول حاجه تتعمل على نهر طويل عذب، الامازون ما كانش اتعمل عليه حاجه شبه كده، زائد ان النيل ما كانش اتعمل عليه حاجه بهذا الشكل حتى مع عدد العينات القليل برضه. زي ما حكيت لكم على الهوسبيتال مايكروبيوم في مصر، لقينا مثلا المستشفى دي
كل البكتيريا اللي فيها تقريبا كانت مقاومه للسيفيكسين، بس معظمها كانت سنسيتيف للليفوفلوكساسين، رغم انه ده انتي بايوتيك عامه ما بقاش يعني مفعل قوي في مصر، لكن طلع دي فعلا الانتي بايوتيكس المستعمله بكثره في المستشفى. فبتلاقي طبيعي البكتيريا اللي قدرنا نوصلها في المستشفى دي، سواء من الحيطان او الملايات او اوكر البيبان، طبيعي هتبقى مقاومه للانتي بايوتيكس اللي منتشره اكتر في المستشفى. مش يعني هي مش البكتيريا دي اللي بتشرب الانتي بايوتيك فبتقول انا عايزه منه، لا، الفكره ان لو كان في بكتيريا في المستشفى دي بتتاثر بالانتي بايوتيك خلصت من عند البني ادمين، وبالتالي مش محدش هينشرها بايديه او بمناخيره او بمبقه على الحيطان والجدران وكده. الحاجه اللذيذه في الاستادي برضو احنا عملناها على استحياء زي ما قلت لكم، كانت عينات قليله قوي، ان تقريبا كل اوكر البيبان كانوا في ناحيه واحده من الكلاستر، يعني كانوا قريبين من بعض، كل نقطه من دول عينه، وايه المسافه بينهم دي هي البيتا دايفرسيتي اللي هي يعني ايه اختلافات البكتيريا بينهم. بينما كل ملاءات السره برضو ما كانوش كتير قوي، كل دول كانوا اربعه، يعني البكتيريا اللي على ملاءات السرير اقرب لبعض، زي كده ما تقول كل الناس اللي ساكنه في مصر مش شبه بعض قوي، بس شبه بعض اكتر من كل الناس اللي ساكنه مثلا في هولندا يعني. فده طبعا دي حاجه بديهيه معروفه، لكن ان انا اعملها على البكتيريا مش شرط. ليه؟ ده معناه ان البكتيريا اللي يعني هي ليها تفسير بس ما كانتش واضحه يعني قبل ما نعمل. البكتيريا اللي في اوكر البيبان غالبا قريبه من البكتيريا اللي موجوده في الهواء وفي ايدين الناس، بينما اللي على السراير كانت راندم جدا، بس كانت غالبا ليها علاقه شويه باليورين كونتامين، يعني ممكن مريض برده مش قادر يتحكم في اليورين قوي او قسطره او حاجه زي كده، فكانت ليها علاقه باليورين شويه وبالجلد برده، سودوموناس وحاجات كده. مش مهمة بقى تفاصيل يعني، بس ده كان حبيت احكي لكم على دراسة في الاخر عشان اقول لكم ان الكلام ده بيتعمل فعلا وبيتنشر. برضو زي ما قلت نفس الجورنال يعني اسمه اوميكس، احنا بنحبه وهو بيحبنا كده لانه بيهتم بدراسات الميكروبيوم، هي اللي اتنشر فيها النايل ميكروبيوم ستادي بتاعت الدكتور ايمن، وفي حاجات اتعملت على الاي ميكروبيوم عملنا يعني موضوع الميكروبيوم شائع. الميتاجينوميكس بقى بتاعت الانفايرمنت اصعب شوية. كل اللي احنا بنعمله، انا بقول كلمه مايكروبيوم ليه؟ لان احنا بنعمله بال16 اسئله تكنيك اللي انا قلت لكم. انا ما بحبش اسميه ميتاجينومكس، هتلاقوني انا حريص جدا عمري ما سميت ان انا عملت ميتاجينومكس لسه. في واحده كانت طالبه دكتوراه لسه مخلصه من سنه كده في جامعه فيوتشر، عملت برضو ستول مايكروبيوم ولقيت ان في بكتيريا كتير بتكسر الازودايز اللي هي موجوده الالوان الصفراء والبرتقاني اللي في الادويه وفي البونبوني والحاجات دي. دي حاجه معروفه يعني. بس احنا عايزين بقى باستعمال ميتاجينومكس، ايه الميتاجينومكس بقى مش بس ال 16S، نحاول نعرف ايه الانزيمز او نسخ الانزيم اللي بتكسر الازو دايز دي اللي هو بيسموهم ازو ريدكتيزس وموجوده فين. فيعني اتمنى ما كنتش طولت عليكم قوي الخميس بالليل، يعني مش امتع يوم الواحد يعمل فيه محاضره طويله كده، بس يعني كنت حابب ان انا اساسا اديكم زي ما قلت، دي مش انا بدي نفس المحاضره الدبلومه، وناس كتير منكم يعني مش كتير قوي بس بعضكم حضرها، بركز على التكنولوجيز والانتربريتيشن وكده لانها دبلومه بايو انفورماتكس، انما انتوا طلبه ماسترز بركز على افاق البحث. فانا قلت لكم عندنا في الديبارتمنت اون جوينج، مش بس انا يعني انا مش بقول على الدكتور ايمن عشان هو موجود معايا دلوقتي او عشان هو معايا في الكورس، لكن احنا يعني كنا من اوائل الناس اللي ابتديناها، بس القسم كله ما شاء الله دلوقتي والعالم كله يعني بيشتغل في حاجات مايكروبيوم. It's a promising field. بس again المهم الفكرة مش مهم الكمية، يعني احنا دي رسالة عامة انا بوجهها في كل السيمينارز بتاعتي في الاخر، احنا في مصر we don't have an advantage مهما يعني لن يعني ما تنافسش واحد مثلا، ما تروحش تلعب باسكت وانت طولك متر وتنافس واحد طوله 2 متر وتعمل دانك يعني بلغة يعني، ما تنطش على الباسكت مهما عملت بقى، تاخد منشطات هتعمل هندسة وراثية هتنط فوق السلم ما فيش فايدة، ما ينفعش تنافس واحد طويل على باسكت، لكن ينفع تعدي من بين رجليه. يعني شوف قوتك فين، احنا قوتنا في العدد بشر، قوه بشريه كبيره، كمبيوتر سكيلز اي حد يتعلمها يعني مش ما. لا الطفل المصري ما هوش اذكى طفل ولا اغبى طفل، فاي حد ممكن يتعلم كمبيوتر سكيلز. والكسر تخزيم الشجاع يعني الصين والهند قوه بشريه كبيره جدا، فاحنا ممكن نكسب في الانتربريتيشن وممكن نكسب في الانوفيشن. دي بقى مش هقول ان احنا شعب مبدع بطبعه، في كل حاجه فيها الكويس والوحش، ولكن الحاجه ام الاختراع والزنقه يعني، احنا لو امكانياتنا قليله ماديا بنحاول نعوضها بفكره جديده. فاديتكم امثله النايل مايكروبيوم الهوسبيتال، احنا لما حاولنا ننافس الهوسبيتال ما ينفعش انا اعمل نفس الفكره، ما ينفعش اجيب مستشفى جديده واقول اه احنا في مصر برضو لقينا لما مستشفى جديده بتيجي والناس بيدخلوها الناس بيدخلوا معاهم بكتيريا، طب ما خلاص اتعرفت
كلمة في مصر هي اللي جديدة، لا. فأنا دورت على مستشفى زحمة وفيها أوكر بيبان، فاهمين قصدي؟ نايل زي ما قلنا، نايل نهر متميز جدا لأنه طالع من الساوث للنورث، نفس الحكاية في البحر الأحمر على عكس الأنهار اللي هي من الإيست للويست، بيعدي بالتالي بيعدي في مناطق مختلفة. دخل القاهرة نهر النيل ده من حلوان، جاي حتة فيها مصانع لحتة فيها مزارع لحتة فيها قناطر، فاهمين؟ هي دي الأفكار. مش مهم العدد قد ما طبعا العدد مهم في الستاتستكس، بس قد ما الفكرة مهمة. برضو فكرة الدراج فاكتوري، طب انت بتدور ليه على بكتيريا في مصنع أدوية؟ هل الأدوية دي بتأثر على حاجة في البكتيريا؟ والعكس، هل البكتيريا بتأثر على حاجة في الأدوية دي؟ هل ممكن بعد ما عملت تابلت تطلع كونسنتريشن أقل عشان البكتيريا كسرت، حتى لو بكتيريا مش باثوجينك تكون كسرت التابلت دي، وهكذا يعني. اتكلمت كتير جدا وبسرعة، بس الحمد لله في يوتيوب ان شاء الله ده هيتسجل وينزل لكم، ممكن تشغلوه اسرع او ابطأ وتشغلوه بالطريقة اللي انتوا عايزينها. واتمنى يعني ليكم حظ سعيد. اكيد دكتور ايمن هيبعت لكم حاجة على الامتحان، هيبقى mostly objective حسب قرارات الكلية، يعني MCQ صح وغلط، والامتحان مش هو الهدف. المهم ان السنة دي تعدي على خير، وستي سيف ان شاء الله، وربنا معاكم.